سلام بنات، معكم شيوات وصفات احلام ام هبه. غندير لكم الكيكه اللي دايره دابا ضجه، كيكه البرازيليه. نبداو على بركه الله. عندي جوج البيضات، كاس ديال دقيق الفورص، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السنيده، معلقه ديال الخميره وشويه الملحه وجوج معالق ديال الكاكاو. ودابا غنديروا جوج البيضات، ندير سنيده، الزيت، ندير معلقه ديال الخميره وشويه الملح، وجوج معالق ديال الكاكاو، وندير الكاس ديال الفورص. صافي صافي. انا من بعد ما خلطتها غنديرها في المول. درتها في المول، انا غندخلها دابا للفران. بعد ما طابت لي الكيكه، انايا درت هنا واحد الكاس ديال الحليب وجوج معالق ديال الكاكاو، غادي نخلطهم ونديرهم في البوطه حتى يندمجوا، هما باش غنسقي الكيكه ديالي. دابا البنات غادي، خديت واحد الكاس ديال الحليب معاه واحد الساشيه ديال كريم شونتيي، غادي نطربهم حتى نطلع كريم شونتيي ونرجع لكم. دابا زدت الشكلاط مربع اللي ذوبته، وغادي نزيد دانيت ونعاود نزيد، نبقى نطلع في الكريم حتى يطلع مزيان. دابا غادي نشد الخليط هكا وغنديرو فوق الكيكه، وغادي نصايبو بحال هكا مزيان حتى نقادو. هنا من بعد ما ساليتها درت فيها هاد الخطوط بدانيت، دابا غنديرها في الثلاجه ان شاء الله حتى تشد فراسها ونوريكم كيف جات. هيا البنات شفتوها كي كتجي، كتجي زوينه وبالصحه والراحه.